تكفى لا تكثر كلام لأنه تعبان ويكفي اللي صار. يا ابن حلال ما راح أخليه يتكلم ولا راح أقول أنا جاي بستشير الموضوع وبعدها بمشي على طول. إلا ماجد وينه؟ ماجد بالمحل يا سلطان. وفيصل ما راح يجي؟ لا 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 ما راح يجي. الموضوع ترى ما هو مستاهل. معقولة؟ معقولة يا عم تكون بالحال وما يجي؟ أنا كلمته وقلت إني بخير وطيب، وأنت تعرف يا سلطان هو مرة صعب مع شركة هلب ورباه، وماجد والممرض كلهم خير وبركة. إنزين يا عمل أجل خلني أقول لك الموضوع اللي أنا جاي علشانه. بعد بحث وخفقات كثيرة قدرت أوصل للمكان اللي المخترق قاعد يرسل منه، ويوم رحت ووصلت المكان لقيت مزرعة سرحان. سرحان؟ السرحان اللي ينقتل برحلة الصيد؟ إيه يعني هو. وبعدين؟ وبعد ما وصلت هناك لقيت رجال شايب وطاولة عليها أجهزة، نموذج مصغر من غرف العمليات. أنا بروح أجيب أدوية من تحت وأجي. حافظ على هدوءك. زين أكمل لك يا عم. كمل. طلع إنها شايب يا عم قاعد يستخدم الذكاء الاصطناعي ويطور ريبوتات، وقاعد يخترق شركات كبيرة ويسرق منها معلومات، ويهددهم إنه راح يسرب هذه المعلومات للشركات المنافسة، وطبعا يطلب منهم مبالغ مالية ويطلب إنهم يحولونها لحسابه بالخارج. هذا الشايب قاعد يستخدم أصوات ناس بالريبوتات هذه، حتى إنه وصل مرحلة إنه يستخدم أصوات ناس ماتت، وهذا اللي صار مع شركة أبو تميم. هو استخدم واحد من الثلاثة وقدر يدخل للنظام حق الشركة، وهرب هذه المعلومات لشركة باوروي. ومن من الشباب الثلاثة اللي ساعدوه؟ هذا الشيء اللي ما قدرت أعرفه إلى الحين، لكن هو واحد منهم، وعلى فكرة هم قاعدين يتهموني أنا. يا عم يا عم يا عم ما تفك شيء. لا 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 ما في إلا العافية. لكن جاء جاب بالي شيء عجيب. وشو؟ أنت ما تقول صورته يا سلطان؟ إلا وصورته معي. بس ليش؟ تقدر تخليني أشوف الصورة لو سمحت؟ أبشر دقيقة أوريك. خير يا عم وش فيك؟ ليش وجهك تغير كذا؟ معقول أنت؟